للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة السيد محمد فلا مرزي، أخصائي أرصاد جوية أول بإدارة الأرصاد الجوية في وزارة المواصلات والاتصالات. أهلا بك سيد محمد في نشرة أخبار الثالثة، نشكرك على قبول الدعوة. حدثنا عن طبيعة حالة الطقس في مملكة البحرين منذ صباح هذا اليوم. أولا مساء الخير، شكرا على الاستضافة. حاليا تشهد منطقة شبه الجزيرة العربية بمنخفض جوي يمتد تأثيره إلى الخليج العربي مرورا على مملكة البحرين. وعلى إثر ذلك شهدت معظم مناطق المملكة أمطارا من صباح اليوم وكانت خفيفة إلى متوسطة الغزارة، حيث سجلت محطة الأرصاد الجوية عند الساعة 12 ظهرا 1 مم، وستستمر فرص الأمطار إن شاء الله حتى تضعف فرصها نهار يوم الثلاثاء غدا، ثم تعودنا إن شاء الله وتتجدد فرص الأمطار خلال فترات الليل. كما تزامنت مع الأمطار مثل ما ذكرت والرياح الشمالية النشطة والتي وصلت إلى قوية أحيانا صباح هذا اليوم، فتستمر الهبات القوية في المناطق البحرية هذه الليلة، فلذا يرجى نرجو من مرتادي البحر أخذ الحيطة والحذر. نعم سيد محمد، إلى متى ستستمر هذه الأمطار من المتوقع طبعا، وهل من تحذيرات أو نصائح تودون توجيهها للسادة المشاهدين؟ نعم، مع مرور المنخفضات الجوية على المملكة طبعا نتوقع استمرارية هذه الأجواء خلال الأيام المقبلة. كما تكون الأجواء باردة خصوصا في فترات الليل، فيرجى من المواطنين الكرام أخذ الاحتياطات اللازمة ومتابعة أجهزة الأخبار الجوية عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي والتطبيق الرسمي للأرصاد الجوية. والله يجعل إن شاء الله أمطار خير وبركة على المملكة. اللهم أمين. السيد محمد فلا مرزي، أخصائي أرصاد جوية أول بإدارة الأرصاد الجوية في وزارة المواصلات والاتصالات، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الثالثة، شكرا جزيلا لك.